المركز الرابع وتابع القادمة وصول وانضمام وصلت هوايل هوايل وصلت علي بن محمد بن عامر الفهد المري وخامسا وتابع القادمة وصلت مراسيل مراسيل يا أهل الهوى مراسيل وصلت في هذه اللحظات حمد بن سعيد بالحطم العامري اشتد الصراع اشتدت المعركة ولكن العودة إلى اكتشاف من تكتشف البطولات من تكتشف الإنجازات اكتشاف معدة لهذا الشوط تمام العدة رايحة مع المركز الأول رايحة مع الصدارة وخالد بن شريم خالد بن شريم خالد الخالد خالد الخالد مع اكتشاف خالد بن فيصل بن محمد بن شريم المري روح يا باغي النوماس روح يا باغي النوماس اكتشاف اكتشاف من هو المكتشف للنوماس اكتشاف مع المركز الاول وخالد بن فيصل بن شريم المري وصلت مرغم تحركت مرغم بكبرها تتحرك مرغم مع المركز الثاني بن غدير القائم مرغم وايضا القادمه هوايل علي بن محمد بن عامر الفهد المري الكيل الاخير الكيل الخطير اتحركت مرغم ولكن اكتشاف عصاتها ببطانها عصاتها ببطانها يا خالد يا بن فيصل يا بن شريم يا المري من يقدم اكتشاف ولكن مرغم 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 مع الأمتار الأخيرة مرغم واكتشاف تحركت ولكن مرغم بن غدير بن غدير بن غدير وصلت هملولة ولكن بن غدير مع الشوط الأول بن غدير روح ابن غدير روح الو مرغم الو الو مرغم الو بن غدير مع المركز الأول مع مرغم مرغم ابناء الامارات ابناء الامارات اكتشاف عادت عادت اكتشاف من جديد وخالد بن فيصل بن شريم المري مع اكتشاف الامتار الاخيره اباي مرغم اكتشاف ومرغم ولكن اكتشاف اللحظات الأخيرة اللحظات الكبيرة مرغم مرغم ولا اكتشاف أبناء المملكة أبناء الإمارات أبناء الإمارات أبناء المملكة ولكن مرغم مرغم اكتشاف اللحظات الأخيرة يا با يا الله
لمن الفوز، ولكن مرغم 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 ابناء الامارات. نعم يا بن غدير خطف النوماس، خطف الفوز. نعم بن غدير مع مرغم سعيد بن راشد بن حمد بن غدير الاكتب المركز الثاني. اوصلت اكتشاف بعد ان قدمت اداء تشكر عليه خالد بن فيصل بن محمد بن شريم المري المركز الثالث. أوصلت مع المركز الثالث هملولة محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان الكتبي. ورابعا أوصلت مع المركز الرابع متابعينا الكرام الهائلة غانم بن محسن بن فالح الزايد الهاجري. إذا متابعينا الكرام مرغم ألو ألو مرغم ألو، التوقيت الزمني لحظة وصول مرغم 9:52 92 جزءا من الثانية. سلام يا أبناء الإمارات. نعم هذا متابعينا الكرام الفوتو فينش المركز الثاني. كان الوصول من اكتشاف خالد بن فيصل بن شريم المري وتوقيته الزمني يا مخرجنا كان توقيت متابعينا الكرام زعزع محمد بن زايد بن خلفان المنصوري 9:52 70 جزء من الثانية دعناها اكتشاف، وهي بالفعل مسجلة اكتشاف متابعينا الكرام في الكشف، ولكنها زعزع محمد بن خلفان بن زايد المنصوري. إذا انتهاني له الناموس. المركز الثالث وصلت هملولة متابعينا الكرام محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان وتوقيته الزمني. إذن متابعينا الكرام توقيت هملولة كان في لحظات لانتظار التوقيت الزمني لوصول هملولة متابعينا الكرام. إذن تهانينا والنوماس لمالك متابعينا الكرام مرغم، من استطاعت أن تحسم نوماس الشوط الرئيسي لصالحها. تهانينا لأبناء الإمارات، تهانينا لأبناء مرغم سعيد بن راشد بن حمد بن غدير الكتبي، تهانينا والنوماس لجميع